مرحبا بالخير الكل ومرحبا بالسادة المستمعين. هاك باش ما ننسى حتى اسمه ما تبارك الله كلهم معروفين. شكرا لك سي وجدي، مرحبا بك، يعطيكم الصحة. برشا مواضيع في الحصة تاعنا اليوم باش نحكيو عليها. البداية باش تكون مع المنتخب الوطني التونسي والليست اللي كنا حكينا عليها البارح، حصلت شوية جدا بعض ردود الأفعال باش ناخذوها من زوز نقاط اللي خلف الجدل شوية. البداية مع سامي هلال اللي عمل البارح رسالة خلينا نقولوا مؤثرة شوية، خلينا نقولوا شنو جاء فيها. الله غالب مانيش ولد الدار اما ولد تونس الكبيره انا، واعوذ بالله من كلمه انا، واللي يعرفني مليح من قريب ولا من بعيد يعرف قديش نامن بالخدمه، وعمري ما كنت من نوع اللي نكتب على الفيسبوك. اما وصلت اليوم كتبت الكلمتين هذم، والا ما حسيت ببرشا وجيعه وبرشا ظلم، كل شيء بالكتبه والمنتخب عنده مالي. بالرغم اللي نحب بلادي ونحترم مدرب وخيرات الاداره الفنيه، انا خدمت ويعلم ربي قديش تمرمت وضحيت من اجل دعوه لتمثيل بلادي كانت من المفروض تتوجه لي من التربص اللي فات. على كل اللي صار بهذا اللي كان سبب، حبيت نشكر الناس الكل اللي وقفت معايا وتضمت معايا وكلمتني. انا نكون في جمعية كبيرة اسمها الملعب التونسي، وهذه حاجة ما تنجم كانت قويني وتنسيني في الحاجات الخايبة. نبدا معك انت يا احمد، شنو رايك في تدوينة هذه رد الفعل؟ عطيتني انا الكرة تو، ما تحبش كان تحب نتجاوبك لا 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 يا اخويا، نعطي رايي في الموضوع. شنو رايك في التدوينة وشنو رايك خاصة في الموضوع بصفة عامة، انه ملاعب يخرج ويعمل تدوينة كما يتمش دعوته؟ نبدأ من حيث المبدا، انا نتعاطف وبقوة مع سامي هلال ونقدر شعوره. وقت الإنسان يحس اللي هو قادر ومكانه موجود في المنتخب الوطني وما يتمش استدعائه، عادي باش يكون شعوره بالطريقة هذه. حاجة أخرى، أنا عتاب لطيف لسامي هلال، نقول له راهو إنفو با إنسيوتي لافنير، مازال المنتخب موجود ومازالوا ماتشويت موجودين ومازالوا مستحققات موجودين. أنت بالتدوين هذه كأنك أقصيت نفسك من المنتخب الوطني، وراهو في تاريخ المنتخب وللأندية وإلا أي منتخب في العالم دائما فما دي شوية تعملوا على ناس معينين، اختيارات تنصف ناس وتظلم ناس أخرين. معناتها سامي هلال سيبوزون يتضرب واحد من الجارديان ثلاثة، وإحنا ما نتمنوا الشيء هذا حتى جارديان، راهو باش يكون هو أول واحد يستحق المنتخب الوطني. بالتدوين هذية نحس وكأنه عمل نوع من الحاجز بينه وبين المنتخب، كان عليه التريث والصبر، خاطر نوع من لي ديكلاراسيون والتدوينات هذوما ما يفرضوش الانسان في المنتخب. مع كامل التقدير سامي هلال، وانا بالنسبه لي انا حارس المرمى هذا هو قصه نجاح، بعد اللي صار له وبعد الصعوبات اللي تعرض لها وبعد المشاكل اللي واجهته يوصل معناتها في التوب، يوصل معناتها مردوده تقريبا عامين ولا ثلاث سنين مستقر ويقدم في اداء راقي. ونقول لك حاجه، الفضل في عودة سامي هلال للساحة وفي تألقه يرجع بالأساس إلى المدرب نتاع حراس المرمى في المنتخب الوطني الحالي اللي هو مبروك العكريمي. مبروك العكريمي هو كان له معناتها الفضل في إرجاع سامي هلال للمستوى نتاعه، سواء من الناحية المعنوية والنفسية وكذلك من الناحية البدنية. وشفنا سامي هلال في التوب مع ستاد تونيزيان على مدى عامين ولا ثلاث سنين. به البوليميك اللي صار على سامي هلال بخصوص عدم وجوده في القائمة، أنا في تقديري معز بن شريفية عنده نوع من الأفضلية على سامي هلال. هابش أقولك علاش، في الظرف الحالي اللي يمر به المنتخب الوطني، المنتخب احمد هما يقولك حتى ما تقارنوش مع بن شريفيه، قارنوا دخل حتى دحمين معاهم ثلاثه معناها اون كونكورونس، ما تخليهاش محصوره بين بن شريفيه وسامي هلال. انا في تقديري سامي هلال كان يستحق ان يكون موجود في قائمه المنتخب الوطني التونسي في المره اللي فاتت، في الليست اللي فاتت، اللي موجودين ابار ميميش ما كانوش خير منه. حتى على مستوى الاداء وعلى مستوى الاستمراريه والاستقرار كان موجود بشير بن سعيد، كان يستحق يكون رقم اثنين بعد ميميش. لكن كتشوف تجي تشوف القائمة هذه ونقول لك معناتها علاش الإطار الفني فضل معز بن شريفية على سامي هلال. قال لك يا سيدي المنتخب الوطني يمر بفترة صعيبة، بحاجة إلى ملاعبية معناتها قاعدة، بحاجة إلى ملاعبية دي ليدور يكونوا مؤثرين ومهمين في المنتخب. بالنسبة لبن شريفية مش يلعب أساسي، لكن دوره مش يكون مهم ومهم جدا في حجرة ملابس المنتخب وفي الأجواء المحيطة بالمنتخب. قال لك الإطار الفني نحن بحاجة للنوعية ذوما نتاع ملاعبية، بقطع النظر على مدى الاستحقاق نتاع سامي هلال.
باه نحن لنصينا سونداج على اللايف ستريمينج متاعنا، هل تظلم سامي هلال بدعوته بعدم دعوته ولا لا؟ تنجموا تشاركونا انتوما السادة المستمعين والمتابعين برايكم في الموضوع. مختار احمد حكي على اسباب قالهم قيس اليعقوبي، من ضمن الاسباب شدت انتباهي انا كلمه قالها انا في رايي ما عجبتنيش ولد الدار، وما عجبتش كيف كيف سامي هلال، وما عجبتش كيف كيف الملعب التونسي. ولد الدار هذه كلمه تتقال من قبل في المنتخب التونسي ماهيش من توا، كانوا برشا ملاعبيه يتعدوا بفترات صعبه نعيطوا لهم خاطر لهم ولد الدار على اساس ولد الدار. المنتخب راه ماهوش ملك شخصي، معناتها انك كنت موجود قبل معناتها ولا نتاعك صحيح نوليو نعيطوا لك، معناها مانيش نقول راه معز خير من سامي ولا سامي خير من معز، لكن فقدت على الكلمه هذه. ولا يغزل لي امبارح قال احمد وقت اللي خذيناه قال راه قيس اليعقوبي يتكلم بالكدا، ما نصرش في وسط الكلام نتاعو قيس كان يقصد في سامي، وقت اللي كان يحكي على سامي ولا معز ولا كذا ويقارن بيناتهم يقول هذا ولد الدار وهذا مش ولد الدار، ما نصرش كان عنده حاجه مع 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 سامي هلال. اغزل لي ولد الدار انا قلت معز بن شريفية زيادة على اللي قاله احمد الصالح اللي كونه كان موجود في المنتخب، رانا نحكيه على جارديان الجمعية متاعه الاولى كيفاش ما تحبش تصدعها الاولى، تحب ولا تكره راه موجود ساهم بالمساهم. لكن هنا تعرف وين الاشكالية، من صبري بن حسن البشير بن سعيد نجي ونلقاو روحنا نحكيو على جول سي اس اس ايمن دحمان ونحكيو على بن شريفية، معناها قعد كان مميز استقبل وما تعرفش عليك على الكونفوكاسيون جي شكون باش يجيك من لي غارديان، معناها هنا لازم شويه ستابيليتي. تو انت بشير بن حسن نفس بشير بن سعيد، بشير بن سعيد نفس نفس الليتا اللي قعد فيها لا يلعب لا حد شيء، معناها استدعيته المره الاولى وما جبتوش. انا بالنسبه لي انا سامي هلال تظلم، ونعود نقولها وتغشوا عليا جمهور البقلاوة وقالوا لي كيفاش تقول وقت اللي تظلمت في ضربة الجزاء، قالوا قلت لهم راي تتعامل البقلاوة مالوريزمون راي لجنة التحكيم هذا في صالح البقلاوة، راي تعامل الأربع جمعيات الكبار مش كيما البقية، قداش عنا 16-12 راهو كارتي بالنسبة للوضعية، راهو يعاملوا الفريقي الاتوال سي اس اس والتراجي بوضع معين. أنا هنا شو نقول له راك لو كان جيت موجود في التراجي ولا في الفريق راك كونفوكي سامي هلال. سامي هلال صحيح، نعاود نقولها له يمكن تغش عليا صحيح لا صحيح وعندهم الحق، لكن انا عكس احمد، انا ماذا بيا كل يوم يهبط ستاتيو سامي هلال وتشوفوه باللي ستاتيو هذيا وبخروج الملعب التونسي لازمها تساندو سامي هلال. انا بالنسبه لي انا مكانه خذاه دحمان.